أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. حياك الله يا ايمن، اهلا وسهلا. يبارك فيك. مرحبا. يا مرحبا. اطلب انا مشايخ بس السرعه شوي في عشان طيب. الوقت. شيخ احمد تفضل. طيب ما شاء الله ممتاز يا ايمن، ممتاز. قرايتك جميله ومؤثره، لكن انتبه لبعض الغنن عندك زياده. ومن يكن وان تكو حسنه، انتقلت انتقاله جميله فيه. فكيف اذا جئنا من كل امه، فيه القفلات عندك فيها بعض النشازات، انتبه. وكان الله بهم عليما، ما جت معك بالشكل الصحيح. بالتوفيق لك. شكرا شيخ صابر. الله يسعدك يا أيمن. فعلا قراءة هادئة من البداية، توقعنا تنشط شوي لكن نشطت شيء بسيط. النقلة اللي تفضل فيها شيخنا الشيخ أحمد، فكيف إذا جئنا بكل أمة، نهاية الآية رجعت كما كنت مرة ثانية، لم تكتمل. النشاز الخفيف في كان الله بهم عليما، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، لكن القراءة كلها جي. أعتقد القراءة اللي في التقرير كان فيها طبقة أقوى، لكن ما شاء الله عليك، جزاك الله خير، الله يحفظك. شكرا للمشايخ. أيمن نايف تفضل جانب زميلك. أهلا هناك أيوة يا مرحبا. طيب يا شباب، أنتم الآن أول من تواجه من فريق الشيخ يوسف الدوسري. الآن المشايخ بيرصدون الدرجات ويعطون الشيخ يوسف القرار النهائي، من سيتأهل ومن سيغادر.